حسام مشغول باله إذا رح يكون عنده الدعم الكافي من زملائه، وسارة بالها بشي تاني وما كتير راضية عن حسام. قلتك برجع ولا لا؟ ما بعرف. شو اللي ما بعرف؟ ما بعرف. انت عم تخيلي انه ممكن السبت ما اكون هون؟ هاي. عادي؟ ما بعرف. والله؟ نسمح بتاخذ قلمك ايه؟ لقلك هون. روح اسال دقدوق. شو الخبر الحلو؟ انه كثير ناس قالوا انه صوتوا لي. بعرف. شو هدفك؟ بعرف. طيب شبك؟ لا لحظة ليه زعلانة يعني شو في؟ مو إلي مو تبعي. نزلتي لتحت ولا لسه؟ كان عم بحكي معك أنا؟ ولا كان يطلب ما بدي أحكي معك لأني زعلانة منك. وليه ما بدك تحكي معي؟ هيك روح حد دقته. حد شو؟ حد دقته. يي؟ بين سارة وحسام مد وجزر، أوقات هي بتقرب صوبه، أوقات بيقرب هو، واليوم سارة أخذي موقف. شو عملت لك رح تزعلي مني؟ ولا شيء. يعني نفسي بس يوم ما أشوفه مزعلان، أشوفه مو زعلان. زعلان منها؟ لا، الكلب تبعك أنا لأني تعبت. جيلبير يا عيب شو عليك عم تزعلني لا حكيني تعي ما بدي تعال انت يا ما تعال انت خذي انا ما بدي روح قول لنفسك يا دقدوق قول لنفسك يا تعال انت اقعد هون يا تعال اسحبني من ايدي قعدني حدك تعي يلا هيك ما لا يا ما دت ايدي والله تعي ما بدي تعي ما بدي شكلك عم تدلعي انت مانك زعلانه ولا فيك شيء اصلا تعي لهون والله شكلك والله كذابه كمان ما بصي ما يجينيش غير خط المخدات وانت بتعاملي معي كويس احمد اصلا انت ما في غيرك بيفهموا طب سلام بس لا تطلع فيني ما بدي اطلع فيك ما بطلع فيكي اصلا انا نعم ما بطلع فيك انا بطلع برافع عليك وراكي والله ايه قوم لعنده احسن كمان بالنهار ما بدي عم بطلع فيك بلا ما اشوفك احسن قصدك انها مجنونه طب انا عارف مجنونه احمد له عم يتحاقر علي ليه بس بيعمل لك ايه يا حبيبتي تعالي قولي لي بيعمل لك ايه قولي لي بيعمل لك ايه بيعمل لك ايه قولي لي كنت قاعدة وقصتنا يجي اقعد حدي قام تركني وراح قاعد حد يا زلمة شو صوت البرغش اليوم؟ عنده حق ولا لا ما عنده حق يعمل هيك انت عملتي كده؟ عملتي كده فعلا؟ عملتي ايه؟ قلت لك تعال اقعد حدي سبتها رحت قعدت جنب دقدوق امتى هي؟ يا ابني طبعا يا ابني قعدت الراجل يا ابني قعدت الراجل يا ابني ما تتعوضش يا ابني سيبك انت دقدوق يا منيل على عينك لو كنت قلت لي انا كنت سبت الدقدوق لا مالك دقدوق عشان هيك زعلانة؟ زيادة عليك لحظة لحظة مشان هيك زعلانة؟ زيادة عليك دقدوق سارة مشان هيك زعلانة؟ ما دخلها طب زي خليك زعلانة بعد البريك منتابع اخبار ساره